كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة والشباب هو شباب القلب. النهاردة 12 أغسطس وده بيوافق اليوم العالمي للشباب. في الحقيقة دي مناسبة مهمة جدا لينا في صباح الخير يا مصر ان احنا نفتح الملف ده ونقدم لحضراتكم حلقة خاصة بتقدم نماذج وبتقدم تجارب وبتقدم حكايات وخبرات مختلفة عن كل ما هو شباب. احنا لما نتكلم عن الشباب فلازم ان نقول ان الجيل ده في مصر عنده فرصة كبيرة جدا انه يشارك في طرح الافكار وطرح الرؤى الخاصة بمستقبل البلد. الجيل ده في الحقيقة يعني عنده فرصة ايضا للتدريب والتأهيل، عنده فرصة كبيرة ان هو يكون فاعل في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وايضا الاجتماعية والتطوعية. والدليل ان احنا شفنا مؤخرا شباب كتير جدا متطوعين في مبادرة حياة كريمة وفي مبادرات طويلة وعريضة جدا جابت أنحاء الوطن المصري كله من مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. الفرصة اللي أنت بتتكلم عليها يا مصطفى ظهرت بشكل أكبر في سنة 2016 لما سيادة الرئيس خصص السنة دي باعتبارها عام الشباب، ومن ساعتها كده كان طبيعي أنه يتم إشراك الشباب في كل خطط التنمية اللي بتحصل في البلد، وكمان أنهم يشتركوا في كل المشروعات ويحصل تمكين ويحصل تأهيل سواء سياسي أو اقتصادي. ده طبعا نتج عنه أن في مجموعة كبيرة من الشباب ممثلة في البرلمان، وكمان بنلاقيهم موجودين محافظين نواب محافظين وممثلين كمان في معظم جلسات الحوار الوطني ومتواجدين في كل القطاعات. في الحقيقة ده ياخدنا أيضا لتجربة مهمة جدا. التجربة دي هي تجربة مش مهمة بس، تجربة مهمة وتجربة أيضا ملهمة للجميع، تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب. الأكاديمية بتأهل شباب كتير جدا للقيادة، بتنفذ دورات لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة، بتنظم سلسلة طويلة من مؤتمرات الشباب. نظمت في الحقيقة 4 نسخ من منتدى شباب العالم، واللي كانت فرص حقيقية جدا لشباب بلدنا إن هم يعبروا عن أنفسهم وعن أفكارهم ويتبادلوا الخبرات والتجارب مع عدد كبير جدا من الشباب من مختلف دول العالم. أعتقد اللي أنت بتقوله كان في كمان اهتمام كبير بتمكين الشباب سياسيا، وده ظهر من خلال عدد من التجارب أبرزها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي قدرت إنها تجمع كل الأطياف الشبابية والحزبية والسياسية كلهم تحت مظلة واحدة وكلهم على أرضية وطنية مشتركة عشان يكونوا عندهم مشروع سياسي بيعكس أفكار ورؤية وتطلعات الشباب. النهاردة يوم مميز، النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للشباب هيكون لينا حلقة خاصة جدا هنقدم فيها نماذج ملهمة وفقرات مختلفة عن الشباب. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.